السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم. عندنا جهاز ايفون 6. هذا الجهاز بنعمل له تخطي لحساب اي كلاود، مسكر على اي كلاود، نعمل له تخطي. يا ريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. موضوع الاشتراك مهم جدا يا جماعة، والتفاعل مع القناة. نسبة غير المشتركين في القناة 75% من الناس اللي بيشاهدوا الفيديوهات بشكل دائم، يعني اللي كل فيديو بنزله بدخل بشوفه، هدول الناس غير مشتركين. المشكلة الثانية انه الناس اللي بتطلب مني مساعدة وبيبعت لي على الخاص وبدخل على جهازه او بيبعت لي الاني ديسك او التيم فيور وبدخل اساعده انزل له البرامج، بكون ما عنده خلفية بتنزيل البرامج وبكون عندي وقت وبقدر أساعده، بتفاجأ إني لما أدخل على جهازه بدي أنزل برامج بدخل على قناتي بلاقي إنه هو كمان مش مشترك عندي بالقناة، يعني مش مشترك بالقناة وبده ياني أنا أشغل له جهازه. وأنا يا جماعة أي شخص مش مشترك بقناتي أو أنا مش مضطر إني أساعده نهائيا، أنا شارح الفيديو بشكل كامل بتفصيل ممل، تفصيل طويل، فأنا مش مضطر إنه، والطريقة 100% وحتى مونتاج ما بعمل. طلع على الفيديوهات عندك باليوتيوب بيعمل لك طريقة، في عند الفتح بتلاقي فيه قص وتكملة فيديو. أنا الفيديو تاركه هيك على البركة بدون أي مونتاج، وبعطيكم الطريقة الصافية اللي ما حدا بيعطيكم إياها يا جماعة. فياريت يا جماعة إنه نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس، وأي فيديو بينزل يعني بنحضره ونعمل لايك عليه، تعليق، يعني خلي فيه تفاعل، خليني أضل متشجع أضل أنزل فيديوهات. حكينا كثير، خلينا نبلش الشغل. اول شيء جهاز ايفون 6 ومسكر اي كلاود، نتوجه مباشره بنفتح اداه اي تي اللوك، تفتح معنا بالشكل هذا. راح انا شرحتها بفيديوهات سابقه ولكن نهايه الفيديو راح ارجع اعمل شرح بسيط. هاي الواجهه اللي بتفتح معنا فيها الاداه، الاداه سهله جدا وما فيها اي صعوبه باي شيء. تضغط على جنرال هالو فايلز والجهاز مشبوك في وضع التشغيل، يبلش يعمل جنرال. هون بيحكي لك سكسسفولي، بدك تدخل الجهاز بوضع الريكفري بتعطيه يس. هون تلقائي لوحده راح يدخل الجهاز بوضع الريكفري. ننتظر لغاية ما يدخل الجهاز بوضع الريكفري. هون الجهاز زي ما انتم شايفين دخل في وضع الريكفري. الخطوة التالية شو هي؟ اني ادخله من وضع الريكفري لوضع الديفيو مود، وهاي الخطوة في كل فيديوهاتي بأكد عليها انه هاي الخطوة مهمة جدا جدا عشان تتم عملية الفتح. اذا تجاوزت هاي الخطوة جهازك راح يطلع خلال عملية الفتح وراح يعطيك اخطاء وفيلد. بعد ما دخل في وضع الديفيو مود الريكفري بضغط الهوم والباور وخفض الصوت، مجرد ما طفت الشاشة بنتظر اشي بسيط يعني ثانيتين ثلاث، وبشيل ايدي عن الباور وخفض الصوت وبضل ضاغط على الهوم بالطريقة هاي. هاي ضغطت هوم وهي خفض الصوت وهي الباور. طفت الشاشة بنتظر شوي وبشيل وضل ضاغط على كبسة الهوم لغاية ما يشبك معي الجهاز. شبك معي، الشاشة سوداء ما في اي كتاب. بتوجه مباشرة الى باي باس هلو، بضغط عليها. هون بيعطينا انه بحول الجهاز على وضع الباور ديفيو مود لحاله، انا ما بعمل ولا اي شيء، اعطيته الامر ضغطة زر واحدة والان بنتظر انه الجهاز يكتمل العملية. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. لازم يكون عندك ويندوز 10 يا جماعة، ويندوز 10 برو نسخة الويندوز. زي ما انتم شايفين الجهاز بلش يعطي، وهنا برضو كمان حول على وضع الـ AT Unlock. شايفين ايش الاصدارات اللي بدعمها الجهاز لغاية 17 من 10 لغاية 17، وفي عندك جيل بريك، في عندك FM. راح اشرحهم هلا بنهاية الفيديو، راح اشرح لك كيف تستفيد من جميع الخدمات.
هون اعطاني مسج باي باس هلو سكسسفولي بليز ويت اند انتظر لغايه ما يعمل ريستارت. طبعا الجهاز دخل في وضع الريكفري لوحده. هلا بتقدر تطلعه عن طريق ال 3 تولز اللي لازم يكون نازل على جهازك. تضغط هون على الكبسة هاي وبيطلع، او تضغط هوم وباور وخفض الصوت لغاية ما تطفي الشاشة وتفلت ايدك. رد دخل على وضع الريكفري، خلص بنعمل له اكزايت ريكفري من الثري تولز. هي لازم تكون الكبسة سريعة بفلت معك، يعني بفتح التليفون هيك. المفروض الجهاز انه يشتغل. هلا راح اشرح لك كيف تستفيد من خدمات هاي الاداة. هاي الاداة كثير مهمة يا جماعة. هاي الاداة يعني زي ما انتم شايفين يا جماعة، فتح التليفون بشكل كامل، ما عندك اي مشكلة. هاي حساب اي كلاود، بقول لك اشبك نت، جهاز فتح بشكل كامل زي الفيديوهات السابقة. اداة بتشغل لك اياه بشكل كامل بجميع الصلاحيات، ما عندك اي مشكلة. هسا بالنسبة للاداة، طبعا الاصدار حدثه لاخر اصدار عادي ما في مشكلة، 12.5.7 زي ما شايفين. اوف اوف، عندك اكتف وانا بدون جيل بريك، يعني ما عملنا جيل بريك. طبعا في طريقة انك تعمل جيل بريك عادي ما في مشكلة. تحب تعمل جيل بريك على الاداة برضو بتقدر تعمل جيل بريك، والجيل بريك سهل جدا على هاي الاداة. يعني هسا بعد ما فتح بروح على خيار جيل بريك وبعمل جيل بريك. هسا بالنسبة لهاي الاداة، اول شيء عشان تتواصل مع صاحب الاداة في هنا خيار about content. هذا الخيار في عندك هون زر تليجرام، هون الموقع الرسمي، هون قناة اليوتيوب، وعندك هون الواتساب تبع صاحب الأداة. أنا بفضل إنك تتواصل معاه عن طريق التليجرام تبعت له. هلا هم الأداة بياخد الجهاز الواحد تقريبا $5 على الجهاز الواحد فتح. طبعا هاي الأداة يعني بتساعدك في يعني عند في الأجهزة اللي ما بتشتغل مع الأدوات المجانية. فرضا أنا الآيفون 6 جربته على 007 ما اشتغل، جربته على روم اف دبليو ما اشتغل، وجربته على حفيدك ما اشتغل، فاضطريت أعمله على هاي الأداة. طبعا أنا أي أداة بتشغله راح أعمل عليها فيديو حتى يعني المجانية، بس أنا هاي الأداة تكلفتها $5 للجهاز الواحد. وإذا كنت صاحب محل أنا بنصحك تأخذها 3 شهور أو 6 شهور. سعرها رمزي، يعني سعرها بالنسبة للأجهزة أو لسنة حتى بتحديثاتها يعني رمزي جدا، لأنه فيها هنا خيار FM OFF. هذا الخيار ممتاز أنك أنت تستعمله للأجهزة اللي عليها آي كلاود وناسي كلمة السر والجهاز فاتح منيو. فياريت يا جماعة إذا في حدا عنده جهاز فاتح منيو زي هيك بالطريقة هاي وعنده عليه آي كلاود الجهاز، يتواصل معي ويكون عنده كمبيوتر طبعا نقدر نسجل نصور، يتواصل معي عشان نعمل فيديو على الطريقة، لأنه أنا بصراحة ما عندي جهاز أقدر أعمل هاي الطريقة وهذا الفيديو مهم. فإذا حدا عنده جهاز عليه آي كلاود وبده يعمل تسجيل خروج يشيل الاي كلاود منه، يتواصل معي عشان نعمل الطريقة انا وياه. اهم شيء يكون عنده كمبيوتر ويكون عنده تصوير، يعني يقدر يصور الشاشة عشان الناس تشوف شو بيعمل على التليفون. طبعا اكيد اللي ضل معي لاخر الفيديو هو بس اللي سمع اللي انا حكيته، فاذا كان عندك نفس المشكلة فانا بحلل لك اياها ان شاء الله. فيها كتير خيارات يا جماعة، بير بالمود، فيها تغيير سيريال نمبر، مور، فيها كثير امور يا جماعة. اهم شيء انه بتدعم من 10 لغاية 17. هذا كان الشرح اليوم، نراكم في فيديو قادم ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.